السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين البيع والبوع. كتبت باع في المعاني.com فوجدت التالي: باع الرجل باوعا، يعني بسط باعه. إيه هو الباع ده بقى؟ يعني إيه بسط باعه؟ الجمع باعات وأبواع وبيعان، والباع مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. فلان طويل الباع، يعني طويل الجسم، وطويل الباع في كذا، يعني بلغ الغاية فيه، يعني جامد جدا. والجمع أبواع، بالباع والذراع، يعني بكل طاقة وبأقصى جهد. ضيق الباع أو قصير الباع عاجز، بخيل، قليل الخبرة والمعرفة. طويل الباع، رحب الباع، بسيط الباع، يعني مبسوط الباع، يعني جواد واسع الخلق، ذو معرفة وعلم، حاذق. عكسه قصير الباع، كان رحب الباع، يعني سمح، كريم، كريم الباع. ننتقل إلى البيع. باع يبيع، بع الأمر، بع بيعا المصدر، فهو بائع وبيع الفاعل، بائع وبيع. طيب المفعول؟ لا، مش مباع زي ما الناس بتقول، مبيع ومبيوع، فيش حاجة اسمها مباع. باع له سلعا مستوردة أعطاها إياه بثمن، وقد تزاد من على المفعول الأول. بعت من الفلاح حقله، بعت الفلاح الحقل. باع عليه القاضي ضيعته، يعني باعها على غير رضاه. باع يبوع، هنا بقى انتقل إلى البوع. الأمر منها إيه؟ بوع، مش بيع، بوع، بوعا، فهو بائع والمفعول مبوع. باع الرجل الحبل ونحوه، قاسه بالباع، قلنا الباع طول إيه؟ أو باع طول الأرض وعرضها ليعرف مساحتها. وباع على بيع أخيه، تدخل بين المتبايعين لإفساد العقد ليشتري هو أو يبيع. هنا مفهوم إن هي من البيع. باعه يدا بيد، برضو من البيع، أي حاضرا بحاضر. باع الشيء، باع منه الشيء، يعني اشتراه، برضو من البيع. باع الكاتب قلمه، سخره في سبيل كسب شخصي، باع نفسه للشيطان، اتجه إلى طريق الغواية والشر، برضو من البيع. باع مبادئه، من البيع، تنزل عنها في سبيل كسب شخصي. باع الرجل بوعا، بسط باعه، هنا من البوع. باع بماله، بسط يده، من البوع برضو. باع في سيره، أوسع الخطوة فيه، من البوع. باع الشيء، قدره بالباع، قاسه بالباع، زي ما تقيس بالمتر كده. باع الشيء يعني قاسه أو قدره بالباع، من البوع. باع الطريق أي قطعه بخطو واسع سريع، من البوع. هنا مصطلحات، مصطلح فقهي: قدر مد اليدين ويساوي 4 أذرع، أي حوالي 184 سنتيمتر. بعد البوع والبيع نجد بوع، الجمع أبواع. إيه هو البوع ده؟ مفصل اليد، عظم يلي إبهام الرجل، لا يعرف كوعه من بوعه، الجاهل الذي لا يعرف شيئا. طب ما تيجوا نشوف حاجة توضح لنا إيه هو البوع وإيه هو الكوع. لو نظرنا هنا نجد الكوع هي العظمة دي، الكرسوع هي العظمة المقابلة له. إذن ده الكوع وده الكرسوع، أمال ده اسمه إيه؟ ده اسمه المرفق. المفصل ده كله اسمه الرسغ، اللي هو فيه عظمة الكوع والبوع. طبعا ده الكف، هنا الزند الأعلى والزند الأسفل، وده الذراع، أما ده فالعضد، ودي قصبة العضد، دي راحة اليد، ده الإبهام، ده المسبحة اللي هي السبابة، دي الوسطى، البنصر، الخنصر، هنا البنان، الظفر ويقابله الأنملة، البراجم، دول الأشاجع، دول. وقلنا الكوع والكرسوع اللي هما العظمتان البارزتان في جانبي الرسغ. طيب احنا عرفنا الكوع والكرسوع، أمال فين البوع؟ تعالوا نبص كده على القدم لنجد البوع هنا، العظم البارز ده اسمه البوع، اللي احنا بنسميه في مصر كعب اسمه العقب، اما الكعب فالعظم البارز ده، اما ده فالعرقوب. الان انا وانت محدش يقدر يقول لنا لا يعرف كوعه من بوعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.